بس انت اديني قطر داوود يا خالتي وانا اروح للوليه ام حسن اخليها تعمل لك عمل يخليه ما يفرقش حضنك حتى لو اتلم عليته بالارض، يبقى ماسك في ديلك كده. بجد يا جليله انا مجربه. اقول لك ايه، قلبي وجعني على الواد ده خالص. على الله على الله. القهوه يا خالتي اديها لعمك يزيد ياخدها منك. حاضر. ما تغيبيش يا نعم عشان تحب بقيه الحكايه. ليه؟ عايزه ايه يعني من قطر؟ مش فاهمه. عم يزيد القهوة. اتفضل. شكرا. لا تؤاخذني يا عم عطا، فليست كل علوم الكفار بالكفر، هذا اذا افترضنا ان اهل اوروبا اصلا من الكفار، فما بالك وهم اهل كتاب. بيقولوا لك هيعلموه الطب يعني هيشرح جيتك، هينتهك حرمة الأموات والعياذ بالله. عياذ بالله. إذا كان في الأمر خير للناس فلا جناح عليه. ما ترد على ابنك يا مولانا، هيبقى الجن لنا مخين. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. صدق الله العظيم. لا إله إلا الله. عم هريدي ابويا راح فين؟ تلاقيه جه وصل مشوار زمان جاء. خير يا نعمة؟ في حاجة؟ مظلوم معينة قوي وبتسأل عليه. لسه كان هنا؟ طب الله يخليك اول ما تشوفه خليه يجي على البيت دغري. حاضر يا بنتي، مع السلامة. بتجيب حاجة يا اختي وزمانها جاية. قوليلي عاوزة ايه يا نظري؟ نعمة امانة في رقبتك يا موازي. يا اختي صلي على اللي هيشفع فيكي، تفتكروا رحمة يا سكينة. بكرة يا اختي حطيبي هتشوفي ولادها وولاد ولادها كمان. امي عاملة ايه دلوقتي؟ خلتي فرج كويسة يا نعمة؟ سيبيها ترتاح يمكن عينها تغفل. بدي شبكي برضو. جيب الحوار يا سليمة. أما سلمتك يا أم، سلمتك يا أم، تشلنا أما ردي عليا يا أم. أبوكي اتكلمي يا أم أنا سامعاكي. أبوك. عايزك يا معلم. معلم عطا. وينك يا معلم عطا؟ في خير؟ في اخطف رجلك وطلع البيت. يا ساتر يا رب. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. الله 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 الله. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله
الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. الله الله الله. بس يا اختي صلي على النبي المال. ابوكي زمان طالع، مش عايزين نزود الحزن عليه. اهدي يا بنتي واطلبي لها الرحمه، ربنا يصبر قلبي. هموت يا خالتي فرجه، هموت واعرف هي كانت عايزه تقول ايه عن ابويا قبل ما. بس يا اختي بس، كانت عايزه تقول ايه يعني؟ تلاقيها كانت عايزه توصيكي عليه وتقولك شيليه جوا عينك. اه ما هو الراجل اصل من غير حرمه زي الزرع من غير ميه يدبل على عوده يا بنتي. حبيبتي يا امي. بس لا بس ابوكي طالع اهو، اسكتي بقى ما تزوديش عليه الحزن، خفي عنه. بس يا اختي بس. لها آخر الأحزان. محدش يجي لك في حد وحش يا خالتي فرج. خدكم بالعافية. الله يعافيك. المراكيبي طلع القلعه شامخ براسه لفوق كده، تقولش هو الوالي محمد علي ذاته؟ يمكن يما هينط من فوق القلعه زي المملوك اللي نط من فوق الحصان. عزيز. نعم يابا. يا ريت اخويا كده شد حيلك وبلاش تشاركنا في الحديث. حاضر يابا. شد حيلك لتاخر اخويا على الشغل. حاضر حاضر. كل براحتك يا اخويا. كنت ربنا يخليك. يا بركة. بسم الله الرحمن الرحيم. كملتلكش الرؤية؟ أقولي أول ما قربنا منه أنا والبت نعمة. إيه ده؟ لو أنت كمان طلعت القلعة وليا. خذ العافية.
تفسير الرؤية دي بقى؟ هتغدينا ايه النهاردة؟ والله يا هاني عجيبة. فرصة أشكر لسعادتك تشريفك عز جماعتي ما مجيلكش بغالي. ربنا يسعد أيامك ويكفيك شر الحزن. عندك ولاد يا استعطى؟ بنت عروسة على وش جواز والحمد لله على كده. ما شاء الله. غسان اتفاهم مع الأستعطى، انا عايزه كل الفلاحين في العزب عندي يبقوا مبسوطين. مفيش مشكله يا هاني، كل اللي تأمري بيه هينفذ يعني. خير اللهم اجعله خير. استعطى من فضلك وريني ايدك تاني، وريني. ياي منحوته، انا لازم ارسمها. كنز، كنز مفتوح لابوك يا بنتي. يا نعم، السكك المفتحة دي كلها، بصي بصي وريني كده. هي الطويلة دي، هاتي هبصص خالتي. وريني اروح خالتك. او النبي بسم الله ما شاء الله، ربنا يجعلها من حده ومن نصيبه عشان الغلبانة دي. لا لا، نعم ملهاش سكة معاه. نعم سكتها هي، لكن ابوها سكته راح اليمة تانية خالص. ما هو وهي بقى راحه في سكه عدالها بقى. صح صح يا خالتي، اهو عدالها اهو. يا نعم طول بعرض، ابيض يا بنت ابيض زي اللبن الحليب، قلبه زي اللبن الحليب. هي هي كملي وقولي كل اللي عندك يا بنتي يا جليله، ما تخبيش حاجه. اللي عند ربنا كتير احنا ما نعرفوش. سبحانه علام الغيوب. ده مجرد عربون، تروح تشتري الجلود ولوازم شغلك وتبدأ فورا في تصنيع المراكيب اللي أمرت بيهم الهنا. هما كم مركوب بالقافي؟ 120. استعادة، أنا مش عايزة ولا فلاح في الأبعدية يبقى ماشي حافي. استني بس ما تخزنيش، يعني المركوب الواحد بياخد شغل نهارين بطولهم. أخلص إمتى 100 مركوب؟ يعني مش هتقدر. لا لا لا، نقدر بالمشيئة، بس أخد وقتي. المهم عندي قبل الشتاء
تكون المراكيب كلها متوزعة الفلاحين يسويها اللي خلقها. وصلوا يا غسان. أمر يهم. مع السلامة. الله يسلمك يا استاذ. مش معقول ايده جميل. اتاري البت جليلة بتعرف الفنجان بجد. طب دي لسه شايفاني الفنجان وقالت لي انا شايفة كده ان ابوكي هيتفتح له كنز. كنز مرة واحدة مكنوش 120 مركوب. نعمل يا خالتي. مساء الخير يا حبيبتي. يسعد مساك. ابوكي صحي؟ ايوه صحي. طب قولي له ان يزيد عايز يشرب مع الشاي وما تناميش، هطلع لك عايزاكي في كلمتين. حاضر. ابا ابا. ايوه نعم. عم يزيد مستنيك تحت. بقول لك ايه، الكلام اللي قلناه من شويه ما تجيبيش سيرته خالص. ها نداري على شمعتنا، الرزق يحب المداريه. تعالي ورايا عشان تحضري لي جلابيه. حاضر. فتحك فيها يعني مش وقتها، بس الإخوة اللي بينا مطمعاني فيك شوية. تقول يا أبو عزيز؟ أنا طمعان في الناس يا أبو نعمة. داود؟ داود إيه يا بنتي؟ هو فين داود؟ لا يا حبيبتي، احنا طالبينك لعزيز، كفاينا حزن بقى. القلب برضه لازم له فرحة عشان ما يكسروش كتر الحزن. قلنا نفرح بيك انت وعزيز. بصي يا نعمة، ابو دلوقتي قاعد مع ابوكي بيفتحوا في الموضوع، وهيطلع يسألك يا حبيبتي. ان كان لكي ميل احنا مش هنلاقي اغلى. قلتي ايه يا عروسة؟ انا عارفة يا بنتي ان قلبك لسه ما بردش على المرحومة، بس بالك يا نعمة لو سألتيها وهي بين ايدين ربها هتقولك ايه؟ هتقولك افرحي افرحي يا حبيبتي واملي البيت عيال.
أسعد الله صباحك يا ستان. أهلا يا استعطى. على فكرة أنا زعلانة منك. أنا رقبتي ما تسويش زعلك يا ست هاني. هو السيد غسان كان قال لي إن سعادتك عايزة تشيعي المراكيب اللي خلصت. عاوز الفلاحين تفرح بقى. يفرحوا مع بعض يا ست هانم. المقطوعية تخلص على بعضها ونشيعها. لكن ناس تمشي بمراكيب وناس تمشي حافية يحسدوا بعض ما يفرحوش. لكن لو لبسوا في وقت واحد الكل يفرح والحسد ما يدخلش قلب حد. ولا أنا محقوق في الكلام ده؟ عندك حق يا استعطى. بس مش ده اللي أنا زعلانة منك عشانه. أنا عرفت من مرجان إن أنت عملت فرح بنتك، ليه ما عزمتنيش؟ لا فرح يا ستان، زي ما تقولي كده إحنا ما عملناش فرح. ليه؟ ما هو البت لسه أمها. باردون، أنا آسفة نسيت. طب ليه؟ كنتوا أجلتوه شوية عشان البنت تفرح. عطف جنابك هو الفرح كله يا ستان. أنا مش عارفة أنت بتجيب الكلام ده منين؟ يعلم ربنا والناس ان انا لساني ما بينطقش الا في الشديد الاول طبعي. لكن بقى لما بقف بين ايدين جنابك سبحان من بيفك لساني. انا ذات نفسي ما بعرفش الكلام طالع منين. كريمه. طب يا استاذ هانم تسمحي لي. اتفضل يا استاذ. اعملي لي قهوه وهاتي لي الكتاب بتاعي من فوق. يا مرجان الأمانة. الأمانة جاهزة وملفوفة جنب البوابة. الله يكرمك ويخليك يا أمير. بس يا أخوك بس. بس. قابلت النهاردة يابا رشوان بيه الوراق بنفسه. سلم عليا جامد قوي كده. راجل كبير يابا بس عافي. قال لي مبروك يا ولد وراح نفعني النقوط. وش نعمة الحلوة عليك. أيوة. ما تيجي يا نعمة صحيح تقعدي تاكلي معانا. مش قصدي يابا يعني ما هو ما فيش حد غريب وبرضه اللمة بتفتح النفس. وبسلامتك شايف نفسك مسدودة؟ كل انتوا بألف هنا وشفا. أنا ونعمة هناكل لوحدنا. إحنا هنفتح نفس بعض. يلا يا حبيبتي. طيب مش ناوي تكبر بقى؟ ما ترفعش الكلفة بينك ومراتك كده. ما تأخدهاش عليك وإلا هتركب على كتافك وتدلد رجليها وشكلك يبقى مسخرة. كل رم جدتك. الحمد لله شبعت. بيسلمي على فوزية هانم جدا. ان شاء الله. بس ادينا جينا لك اهو يا ستي. لما نشوف بقى هترد لنا الزيارة دي ولا لا. ان شاء الله اول ما ارجع من الابعادية. ان شاء الله. وهتقعدي هناك قد ايه؟ يعني تقريبا اسبوع 10 ايام بالكتير. يلا حبيبتي توصلي بالسلامة. باي باي. باي حبيبتي. باي. باي باي. باي. سلمي على ماما. باي باي. باي باي. باي باي.
استهانب استهانب. اسعد الله صباحك يا استهانب. اهلا يا استعطى، خلصت حاجتك؟ من ليله امبارح ومتشونه في الصناديق وصاغ سليم. ايه هو غسان ما ادالكش الاجره؟ خيرك مغرقني يا هاني. في ايه يا استعطى؟ انت ايه حكايتك؟ هديه على قد الحال عملتها على زوم، واملي انها تنور رضاكي. هديه؟ تسمحي لي استاهل انول الشرف ده. معقوله؟ دي لطيفة قوي ومقاسي بالظبط يا استعطى. انت عرفت مقاسي ازاي؟ شيل من الكلام، ابوس ايديكي ست هانم. تسمحيلي بحتة القطيفة اللي تشرفت بلمسة رجلك الشريفة هتفص بيها. انت غريب قوي يا عطا. دايلي تاني ابوس رجليكي. يا مثبت العقل والدين يا رب. استعطى ايه رايك لو تيجي معانا العزبه وتوزع الحاجات بتاعتك بنفسك على الفلاحين، ولا عندك مشغوليات؟ صباح الخير يا ابو نعم. يسعد صباحك يا ام عزيز. ايه امال العسل لسه نايمين؟ هصحيهم اهو. تنبدر كده على فين؟ مسافر بالمشيئه، شغلانة بني سويف. بني سويف؟ 10 أيام جمعتين بالكتير، ربك والرزاق. ادعيلي. مش هتسلم على بنتك؟ يا ست القلوب بتسلم، خليها على راحتها. صبحين على العريس. وابو العريس نهارك زي الفل. يسعد نهارك يا اخويا. في ايه يا خالتي؟ لا مفيش. سكي. وجوزك صحي؟ ارفع رجلك. خد اللي بعده. ارفع رجلك. اتفضل يا ست. اتفضل يا ربنا يخليك. ارفع على مان، على مان. خد حاجة. تعال ارفعي. اتفضل. الله يخليك. ارفع ارفع. ايوه كده كويس. خد دخلك الامين. تعال يا ست ارفعي. اتفضل يا هاني. اتفضل كده يا استاذ. ارفع يا حجر. ارفع يا حجر. خد يا حجر على المقاس بالظبط. تصدقي وتامني بالله يا ست هاني؟ لا اله الا الله. انا ما فهمت اللي في دماغك الا لما جبتيني معاك العزبه وشفت الناس الغلابه دول. ربنا يديلك على قد نيتك يا اميره يا ست العمره. الخير اللي انا فيه ده كله من عرقهم ومجهودهم، ودي اقل حاجه اقدمها لهم. ربنا يخليك يا ست الستات ويبارك لك ويوسع رزقك. قادر يا كريم. كمل يا استاذ. تعال وريني رجلك. ارفع يا راجل ارفع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا يا سعد. يا أهلا بيك يا ست هانم. يا ترى مبسوط؟ يا سلام،
ومين يعيش في خيرك وما تسعدش. قول لي يا استاذة، تحب تيجي معايا نتفرج على العزبة؟ يا ريت يا ست هانم. هاتوله حصان. لا لا، حصان ايه؟ انا اصلي بلافيه ما بعرفش اركب حصان. انا همشي وراكي على الاقل ارعيكي. امال احنا رحنا فين يا اسطى؟ انا يا ست هانم اقدر اركب الحمار ده. اتكل اتكل. بس انا بجري جامد يا استاذة، هتحصلني. يا ستي همشي بظلك والسلام. اتفضلي. يلا حمار. متأخذنيش يا ست هانم، ما عرفتش الحقك، بس حضرتك ركبت الحصان كده وشرختي. معلش يا استاذ، اتفضل كل معانا. ربنا يكرمك ويخليك يا ست ستات. اتفضل. اتفضل فوق هنا يا استاذ. من ايد من ادمها. الف هانم. الله بينك دود ام عزيز. بنت اسمه رشوانة. طب اتعلمت الباكج ده فين؟ انا بلغني كلام تاني خالص. ليش خالص اتجوزت وبقيت في افراجل؟ طب افرضي بقى ان الراجل ده طلع نصاب. ابقى اتولدت من اول وجديد. بتروح فين الايام ده يا ابو نعمه؟ ده المرستان نفسه. انت عاوز مني ايه بالظبط؟ ابويا ما قالكش ان جسمي معذور؟ عامل عامله ومخبي عننا. اعري راسي في الحسين وادعي عليه. لا لا لا، انت عملت عامله؟ قالك الجاموسه بتولد. طب الطريق عزيز ليه؟ قالك تحميل جمال. هو ده الكلام.